بعد اذنكم بعد اذنكم وسع وسع يا باشا 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 الله يرحمه ويرسم عليه يعني ازاي ارجع يعني سيرته هي مبدئيه وسيرته طيبه وطارق ما يعني انسان محبوب وانسان ربنا يرحمه كان خلوق جدا وان شاء الله يا رب هو في جنات وخير يا رب البقاء لله. في موقف اخير جمعكم مع بعض؟ احنا طول الوقت عندنا مواقف مع بعض كلها خير وكلها يعني احنا طول عمرنا بنقابل بعض وعشرة عمر وعشرة سنين طويلة فرحمة الله عليه يعني مواقفه كلها جميلة وجدع ويسأل عن الناس. شكرا جدا. شكرا. كلمة للروح.